من أجمل علاقات الحب وأعلاها وأسماها هي العلاقة التي تكون بين العبد وربه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يكون بينك وبين رب العالمين مودة ومحبة. ومن آثار هذه المحبة أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخلق يحبونك. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، كل شيء يحبه وكل شيء يوده. أدري كل هذا من شنو؟ من آثار اسمه سبحانه الودود. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك في قلوب عباده ودا ومحبة، وقبل ذلك كله أن يحبك هو سبحانه وتعالى.